احتضنت العاصمة اللبنانية بيروت اجتماعاً تشاورياً لوزراء الخارجية العرب بمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بحث في الأعداد للقمة العربية التي ستنعقد في الجزائر الأمن الغذائي العربي والقضية الفلسطينية. وأكد الأمين العام المساعد السفير حسام ذكي دعم لبنان والتضامن معه، كما دعم القضية الفلسطينية. يزور وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان دمشق للقاء عدد من المسؤولين السوريين. عبداللهيان كان قد أوضح قبيل توجهه إلى سوريا أن أحد أهداف الزيارة هو السعي للتقدم في مسار استقرار السلام والأمن بين سوريا وتركيا وتربطهما علاقات مهمة مع إيران، لافتاً إلى أن تطورات كثيرة تشهدها المنطقة تفرض التحرك البناء لمنع اشتعال أزمات جديدة. وسبق زيارة عبداللهيان هجوم إسرائيلي متجدد على سوريا، وقد استهدف القصف طرطوس هذه المرة، ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية أيضاً. قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 19 بجروح إثر 3 زلازل تجاوزت شدتها 6 درجات ضربت مناطق جنوب إيران فجر السبت. ونقل عن محافظ هرمزجان القول إن غالبية الأضرار وقعت في قرية سايخوش التي دمرت الزلازل معظم منازلها. دمرت القوات الروسية 5 مواقع للقيادة العسكرية الأوكرانية في جنوب البلاد وشرقها في أحدث ضربة لروسيا خلال الحرب المشتعلة منذ شباط الماضي. ونقلت وسائل أعلام روسية عن وزارة الدفاع الروسية أنه جرى تدمير 5 مواقع للقيادة العسكرية الأوكرانية في دونباس وميكولاييف باستخدام أسلحة عالية الدقة.